عليكم أعزائي المشاهدين. كما كتشوفوا اليوم راني إن شاء الله راجعة لمدينة الدار البيضاء. درت ديبار من منطقة القلاعة اللي أنا كنت فيها. هنا كاينة القلاعة، من هنا درت ديبار. كما وعدتكم ديك النهار فاش كنا جايين قلت لكم إن شاء الله بإذن الله جايين بنهار غنصور لكم فيديو، ان شاء الله غنصور لكم ثاني الطريق ديال من اكادير حتى مدينه الدار البيضاء ان شاء الله، حتى نوصلوا ان شاء الله على خير. غادي نحاول نصورها لكم ماشي كلها، بعض المقتطفات، وناخذوا بعض الاماكن اللي مزيانه يشوفها بنادم ويتعرف عليها ان شاء الله باذن الله. دابا باقيين في القليعه، غادي ناخذوا هاد الطريق كتدي للمطار. هاد الطريق كتدي للمطار ان شاء الله، ومنها غادي ندوزو ان شاء الله باش نخرجوا لتكيوي ان شاء الله باذن الله. هاد الطريق كتدي للمطار، ومنها ان شاء الله غنشدو واحد الخرجه كتخرج لتكيوين، من تكيوين ان شاء الله تلاقاو وحنا غنخرجوا للطرق ديالنا الى بغى الله سبحانه وتعالى. طريق السلامه لينا ولجميع المسافرين وجميع الناس اللي راجعين لمدينتهم. كنطلبوا الله يوصلهم على خير وما يلقاو حتى شي صعوبات ولا شي حاجه اللي توقف لهم السفر ديالهم ان شاء الله باذن الله. يلا خليتكم على خير، تلاقاو باش نكملوا الفيديو. وقت ما وصلت لشي بلاصه كتستحق اني نصورها لكم راه نصورها لكم. هنا فوتنا الطريق اللي قلت لكم تخرجنا للمطار، كتخرج للمطار وكتدي حتى لمدينة تالودانت. دابا غنشدو هاد الطريق ان شاء الله باذن الله اللي راه تخرجنا لتكيوين ان شاء الله. هنا دابا تيقولو لها الفلاحة، المنطقة كلها تيقولو لها منطقة الفلاحة ليبال تيمرسيط. ورا فيها الشجر كلها تتسمى كلها الفلاحة. إذا كنتي هنا في هاد الناحية وسمعتي الفلاحة راه ساكن في الفلاحة ولا غادي الفلاحة، راه هي هادي المنطقة كلها تقولها الفلاحة.
غتشوفوا اعزائي المشاهدين الدراركه ان شاء الله غنتجهوا باش نخرجوا من مدينه اكادير باش نشدوا لوطوروط ان شاء الله باذن الله. هي الدراركه المشاهدين. هذه حديقة التماسيح اللي كنت صورت لكم هذيك النهار الليل وما بانش لكم مزيان. ها هي دابا بالنهار وهادي وهادي على اليسار راه هي كما كتشوفوا الفوم ديال التمساح ديه. هذه هي لونطري ديالها كاين فيها الناس فيها الزوار. واحد الحديقة رائعة سكروت. الى دخلتي على اليمين كاينه تارودانت ولا التيمه. حنا غاديين اتجاه ام سكروت ان شاء الله. عرفتنا تكادير عرفتناها. دابا حنا غاديين في اتجاه ام سكروت. اللي غادي ان شاء الله نوصلوا ليهم هي جهه كركانة وإيمين تانوت. راه ملي غنوصلوا ليهم ونصورهم لكم حتى هما راه زوينين. دابا هادو ديال ام سكروت ماشي بحال ديال أرقانة وإيمين تانوت. غنوصلوا تما ان شاء الله وغادي نفيلمي لكم وغادي نتاريكم هذيك النهار كيفكم غنصور لكم الجبال والطريق.
وصلنا البياج الاول داو البياج ديال مسكروط تقولي البياج الاول حنا راه وصلنا له هنا نحبس باش نتلاقاو ان شاء الله ونكملو الفيديو تنشوف البياج. دابا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا راه حنا طالعين في الجبال. دابا حنا هذه هي لوطوروت اللي دارو راه في الجبال وبقات الطريق القديمه راه بقات على اليسار. راه تقدروا تشوفوا شي بعض وسائل النقل اللي هي راه يبان لكم بعاد ديك هي الطريق القديمه جات حاضره. حنا دابا راه طالعين دابا راه طالعين حنا الجبال. وسائل النقل تيكونوا طالعين كيتقالوا حيت بحال كما تنقولوا عقابي هادو. راه هي الطريق القديمه راه هي الشوب راه مو بعد وسائل دايزين هي الطريق القديمه راه جات منحدر. شوف جات غير تبان لينا شويه ما بقيناش في الجبل حتى الطوموبيل ما بقاتش غادا ثقيله. ملي كنكونو طالعين كنحسو بها
البانو تيكتبوا فيهم بان راه كاين العقابي. الشاحنات كتمشي بشويه خاص السائقين ينتبهوا، العقابي راه شويه خاص بعدم يدير اطونسيون. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين واحد الست تمايا راهو دابا الشوم، كاين واحد الشوم واحد الحرارة. هداك الشوم باش انا كاع الرك غنتمشو الجبل تيبان كلو سبحان الله واحد الشوم. دابا راه قربنا أريانا، راه فوتنا أمسكروت، دابا راه قربنا لأريانا. تا الطريق كلها، الطريق كلها غير جبال. كتكون صعيبة شوية على الطوموبيلات، كاين اللي مكيستحملوش هاد الحرارة. هاهي طريق ناسيونال، راهي هي طريق ناسيونال. السخون كتكون شويه صعيبه بالنسبه لبعض السيارات ووسائل النقل كامله، كيسخنوا كيكون لهم بان كثير. وحنا وصلنا لأريانا، دي أريانا. هي دي الدخله ديال أريانا. ستين كيلومتر لإيمين تانوت.
تكون شي شاوه. ودابا شادين بالطرق الطريقه ديال اليمين تاعو كيما كان
يمين الجبال لكم بالليل وفي الايام صورت لكم بالنهار باش تشوفوا واش داير. هذه هي لونطري ديال الدخله ديالو.
البيضاء فوتنا خرجنا من اكادير فوتنا امسكوت اركانا يمين تانوت دابا رحنا في اتجاه مدينة الشاوة باش نكملو طريقنا ان شاء الله مدينة الدار البيضاء.
حطنا خيط
نورد كما كتشوفوا راه دوزنا البانو كشوا فيه 500 متر يعني واحد 5 دقائق ان شاء الله نوصلوا لمراكش منصور.
المحطة نستريحو شي شوية وهذا نستريحو نلعبو شوية الفيديوهات. يلا من بعد سميتو نستريحو نسالي ونكمل معاكم الطريق ان شاء الله بإذن الله. باي باي. الدراري كيحماقو على هاد المحطة على قبل باش يستريحو وفي نفس الوقت يلعبو شي شوية. في الذهب كنت صورت لكم قطيطات، دابا نصور لكم واحد الهاسك، نوع ديال الهاسك هاسكي. حيت ما عنديش خبرة بزاف في هاد القطط والكلاب. هنايا ديال المحطة لي جينا ليها ديال سيدي بوتمان، نسترحو فيها واحد شوية وبعد بعدها نمشيو إن شاء الله. كما شفتوا خدينا واحد شويه ديال الراحه، واحد القسط من الراحه في محطه الاستراحه ديال سيدي بوعثمان. دابا حنا صافي خرجنا توكلنا على الله، حنا شادين تاني الطريق دابا في اتجاه مدينه بنكرير. حنا غاديين في اتجاه مدينه بنكرير ان شاء الله.
دابا غادي ندوزو على صخور هامنا ان شاء الله.
باقي الدار بيضاء. دابا ان شاء الله غادي ندوزو على مدينه برشيد
هنا خمسة بس في مدرسة مكتب مكتب جدا جدا هنوال إن شاء الله وصلنا المرشيد ثم غادي يكون واحد البياج شي مدينة كيشوف داكشي زوين تبلا مدينة كتمتاز بيها شي حوايج خاصة التراث ديالها الصناعة ديالها المناظر ديالها حنا دابا وصلنا لمحطة الأداء ديال برشيد غادي نحبس معكم الفيديو من بعد نتلاقاو إن شاء الله هانتوما اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا راه البياج تبارك الله بلان تغلي قدامنا عاد الناس اللي واقفين كينتظروا حتى هما يدوزوا يعني الناس كانوا مسافرين الناس بزاف كانوا خارجين مع هاد الاسبوع ديال العيد المناسبه ديال عيد الاضحى الناس كانوا خارجين دار البياج ديال برشيد الناس تبارك الله راه كانوا خارجين وداخلين لوصل الجميع لخير هنا فوتنا بياج ديال دخلت برشيد
ضرب واحد الغابة، غابة مسكورة، غابة رائعة. طرالينا فيها واحد النهار واحد الحادث، خرج لينا خنازير الحلوف. خرج لي كنت انا وراجلي ونياتي والاخ ديالو الزوجه ديالو. الساعة فاطمة زربتي باقا صغيرة بدون شعور، جاو تلفوني انا القبلة دازو حدايا ديجا كندرس. الغابة ديال مسكورة كبيرة، الكولاج راه هو هو هذا. ملي كتدخل كتفوت بالكرة على يدك اليسار كتلقاه، هو كيا كتايا، ثلاث كيا كتايا جيم.
يضحك عليا راجل راه جبتني الشمس راه شفت كي الطوموبيل كي وانا نقولها لك. من هاد اللي يدينا اليمن من هنا كاين شارع مكة وكاين سيدي مسعود كاين سمع سيدي مسعود هنا كاين سيدي معروف على اليسار كاين سيدي معروف ومن سيدي مسعود راه واحد والي يمشيو الناس تما كاينة تما ناس كبارة كانو تيكونو تما مواسيم دابا موحاش بقاو كيديروهم مكنظنش بعد شوارع مدينة الدار البيضاء ان شاء الله ندورو كملو لوطوروط باش نمشيو لوطوروط ديالنا كتدينا دار انا صحابلي غنمشيو على لوطوروط كنت باغا نوريكم دارنا ديال دار الوالدين فين تزاديت ساعه قال لي راجلي ندوزو هنا نقربو شي شوية داخلين وسط الفيلات مرة أخرى إن شاء الله ونوريكم التعديل بلاصة فين كنا كنسكنو فين ترعرعت
لهنا اعزائي المشاهدين، تنقول لكم هذه هي نهايه الفيديو ديالنا، قربت للدار وصورت لكم الرحله ديالنا وصورت لكم الطريق كلها، ماشي كلها، مقتطفات. مهم ما عملت شي بلاصه دزنا عليها او منطقه ما عرفتكمش بها. هذا هو الفيديو ديال اليوم، اللي هو طريق الرجوع الى مدينه الدار البيضاء من اكادير الى البيضاء الحبيبه. حتى هنا تنقول لكم اعزائي المشاهدين الى اللقاء، ما تنساوش كما العاده ديما شرفونا وديروا لنا لايك للناس اللي عزاز عليهم وكتعجبهم القناه ديالنا، ديما ديروا لنا لايك. وبالنسبه للناس اللي باقي ما تشاركوش معنا في القناه، كنتمنى انهم يشرفونا ويزورونا ويديروا معنا الاشتراك ويشجعونا دائما. واللي بغى يكتب شي تعليق، اللي بانت ليه شي حاجه ما عجباتوش، ماشي مشكل، حنا راه الاشاره، حنا غادي كنسمعوا جميع التعليقات كنديروا بهم. المهم حتى هنا كنقول لكم مع السلامه، واللي جا وما كيقول لكم مع السلامه. الى اللقاء، تلقاو في فيديو اخر. مع السلامه، الى اللقاء.